عايزين ايه عشان نعمل العجينة؟ عايزين نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ربع كوباية من الزيت، 2 معلقة كبيرة لبن باودر، علبة زبادي، رشة ملح، مية دافية للعجن، ومعلقة كبيرة سكر. الحشوة أو للوجه بصل متكرمل، يعني هنحطه على النار. بتهيألي احنا كرملنا كمية بصل رهيبة قبل كده. حطيناه على النار مع شوية سكر وشوية ملح وعلى الهادي كده، ونوطي النار لحد ما ياخد لون يعني لون ايه، لون ذهبي كده شوية. وفلفل رومي أحمر مشوي، علشان الحشوة بتاعتنا هتبقى الفلفل الرومي الأحمر المشوي ده مع البصل. عندنا كمان البصل الأخضر، وعندنا جبنة شيدر صفرة وجبنة موتزاريلا. تقدروا تختاروا أي نوع جبنة أنتوا عاوزينه. يلا بينا ونقول هنبتدي بإيه. هنبتدي بالعجينة، بس أنا عايزة أكرمل البصل أكتر شوية. عندي البصل هنا فاتح شوية، فعايزة أحطه على النار كده ياخد لون. أغمق سنة. يعني إيه، أتمنى إن إحنا نلحق نغمقه شوية. يلا بينا. ده يا دوب بصل كده ايه متدبل. يعني ناخد الاول الدقيق وننزل بيه على العجينه. العجينه دي طريه جدا وحلوه جدا وتمشي معاكوا الفطاير كتيره قوي قوي قوي. حط كل كميه الدقيق اللي عندنا، نجيب سباتولا بس ننزل بيها. المية دافية، هنعجن بمية دافية. تقدروا تعجنوا بلبن وتشيلوا اللبن الباودر، تقدروا تعجنوا بلبن وتشيلوا اللبن الباودر، وممكن تعملوا ميكس ما بين اللبن العادي ولبن الرايب، هيبقى لذيذ جدا. نرجع الاسباتولا تاني عشان انا عاوزاها. نقلب كده تقليبة عشان ايه البصل ياخد لون لذيذ. نحط كل المواد الجافة كده على بعض. ادي اللبن الباودر نزل، عندي كمان السكر والخميرة، الزيت والمية والزبادي جنبي. هقلب تقلبتين وبعدين نضيفهم. الميه دافيه زي ما اتفقنا، فهنحط واحده واحده. وبعد ما احط الميه بقوم منزله الزيت ومنزله الزبادي على طول. نشوف كده العجينة أخبارها إيه. مش محتاجة سوائل تاني، محتاجة عجن. نبص كده ايه الاخبار. حاسه انها لسه طريه، انا عايزاها طريه بس مش ملزقه قوي، وفيها تلزيقه بس التلزيقه مش بالقوه دي. هنكمل كده سنه عجن، واحتمال نحتاج معلقه دقيق. يلا
العجن، انا عرفت منين دلوقتي؟ مع العجن لسه في كميه تحت، العجينه كلها مش بتلم وملزقه، في كميه تحت لسه لازقه ما اتلمتش معايا، فبالتالي واضح ان هي محتاجه حوالي معلقتين مثلا من الدقيق كده. فننزل بس الدقيق كده ونكمل عجن ونشوف البصل اخباره ايه. تعالوا بقى نشيل البصل عشان البصل كده لونه ممتاز، مش عايزاه ازيد من كده، كده تمام جدا، اخد لون بني محترم والبصل متكرمل وطري اهو زي ما احنا شايفين. هو ده الطعم اللي هبقى انا عاوزاه او الشكل اللي هو هيؤدي الى الطعم اللي انا عايزاه، فهناخده مبرده عشان مهم جدا ان احنا نحطه على العجينه وهو بارد شويه مش سخن. نشوف بقى العجينة أخبارها إيه كده ونتعامل معاها بإيدينا، لأن هي إيه محتاجة شغل بالإيد. حط كده شوية دقيق في إيدي مع شوية دقيق هنا ونبتدي نطلع العجينة من هنا علشان نعرف نتعامل معاها كويس، لأن أنا مش عايزة أفضل بحط لها في دقيق وهي مجرد إنها عايزة تتلم ببساطة شديدة. العجينة ممتازة، حلوة قوي وطرية وجميلة جدا، وفي نفس الوقت ملزقة من جوه لان دي عجينة عيش. بصوا اهي لما بتمسكوها كده من جوه تلاقوها ايه معجنة. تمام، نلم بقى كده 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 كده، بتلزقها بكله، اعمل كورة. بصوا العجينة تلاقوها بقت طرية زي ما احنا شايفين، هو ده القوام اللي انا عايزاه، ده بالظبط كده، عامله زي الصلصال في ايدي، تحفه، طريه وناعمه جدا جدا من جوه، وشويه الدقيق اللي من بره هم اللي مخليني عارفه اتعامل مع العجينه. فكده نبقى وصلنا ان احنا عملنا عجينه ممتازه، عجن زياده والعجينه طريه قوي قوي في ايدي. طيب هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وبعد النص ساعة دي، بعد ما تخمر نص ساعة كفاية لأن هي هتخمر تاني وهي رغيف، عايزين تقطعوها من دلوقتي وتسيبوها تخمر ساعة إلا ربع ساعة على حسب جو المطبخ مفيش مشكلة، يعني ممكن أقوم مقسماها عادي جدا أو عاملة كده وأقوم رايحة عاملاها زي شكل الرغيف اللي احنا متعودين عليه عادي كده 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 كده، واسيبها بالشكل ده تخمر عادي، ما عنديش اي مشكله. عايزه تقسميها على اصغر من كده برضو تمام. اوكي، احنا بعد ما تخمر هنحتاج ان احنا نشتغل فيها بحاجه بسيطه قوي كده. الرغيفين اللي عندي دول هيخمروا لمده ساعه مثلا. تمام تمام، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيكون عندي هنا الخمرانه اهي، دي العجينه اللي متخمره على شكل الرغيف زي ما احنا شايفين وزي ما عملنا ده. تعالوا بقى نظبط الحشوه دلوقتي. ده ايه؟ ده فلفل مشوي زي ما بنشوي البتنجان كده، فلفل احمر مشوي، تقدروا تعملوه بالفلفل الاحمر او الاصفر، بيكون لذيذ قوي بصراحه، بيكون احلى كتير من الفلفل الاخضر. يعني نحاول نختار ايه، الاحمر او الاصفر. نشيل القشره كده علشان يبقى طعمه لذيذ. عايزه اقول لكم ان ده اصلا في السندوتشات بيبقى طعمه تحفه، يعني مجرد ان هو يتشوي كده ويتشال في برطمان في زيت زيتون مش قادره اقول لكم الطعم بيبقى حلو ازاي، وبيدخل بقى مع سندوتشات التونه، مع سندوتشات الجبنه، مع اي سندوتش بالمنظر ده. تمام، نجيب سكينه ونقطعه علشان نعمل الحشوه. الحشوة عندنا كانت البصل المتكرمل اللي احنا كرملناه قبل ما نطلع هوا، بس اخدته كده ايه تقليبة كمان على النار
علشان ايه ياخد لون لطيف. نكرمل البصل ازاي؟ نحط البصل متقطع كده شرايح رفيعة على النار مع زيت وزبدة، ونحط له بقى معلقة سكر، معلقتين سكر، نقلب نقلب نقلب، ولما يبتدي يدبل نحط مية، حبة مية صغيرين، وشوية ملح، ونسيبه لحد ما ياخد لون. بصوا ده كده الفلفل الأحمر، هنحطه على الحشوة بتاعت البصل كده اهو، نحط شوية بصل أخضر كمان، ونروح هنا نجيب شوية ملح وشوية فلفل أسود. قلب قلب. الفرن بقى شغال وسخن، وايه اظبط بس ايدي كده، ننشف ايدينا عشان ما تبقاش كلها ميه، عشان نشتغل في العيش. العيش لما يبقى خمران اقوم عامله ايه؟ بصوا كده خلاص، انا هبتدي اشتغل فيه دلوقتي، اقوم رشه عليه رشه دقيق من فوق بالشكل ده كده اهو، طبقه دقيق رفيعه كده عليه من فوق، تمام. وبعدين بالموس، ايوه بالموس، احسن الموس من السكينه عشان يبقى رفيع خالص. واجيب الموس كده، موس نظيف جديد اكيد ما استخدمناهوش قبل كده، نعمل كده، نفتح بقى ايه فتحه في النص كده 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 كده، تاني يلا كده بالشكل ده، تمام. نوسع كده، عشان تفضل الأطراف عالية، ونحشي. وهكذا طعم البصل في عيش مخبوز بيطلع تحفة. لو عايزين تسيبوها 5 دقايق قبل ما تدخل الفرن تمام جدا، برضو ايه العجينة بعد ما بنشتغل فيها بتبقى محتاجة انها ترتاح ولو دقايق يعني، وده بيكون افضل كتير بالشكل ده كده. واقوم واخدة الجبنة، ممكن طبعا من غير جبنة عادي جدا، واحط الجبنة كده بالشكل ده، بس طعم الجبنة مع البصل والعيش برضو بيبقى تحفة بصراحة. زي ما احنا كده هنعمل ايه؟ هنديها رشة زيت من فوق، حاجة بسيطة ودي اختيارية، لو مش عايزينها مفيش مشكلة كده. واقوم مدخلاها على فرن سخن درجة حرارته 200 220، المهم ان هو يبقى سخن ومن بدري. سيري يا نورماندي ليه كده؟ هعمل ده كمان. ماشي سريعا نعمل دول كده، نوسع كده، ممكن ندي الرشة على فكرة من دلوقتي بالشكل ده كده، ونحشي.
الالوان شكلها حلوه قوي. معجنات صيفي. والجبن برضو، لا احبذ ان الجبنه تكون كتير، بس احب احطها عشان تمسك لي كل الحشوه في بعضها وتعمل كوت كده لطيف على العجينه من بره. يلا بينا ندخلها نفس الفرن السخن جدا. روايح جباره يا عيني، بصوا الحلاوه، حلوه قوي 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 قوي، تجنن. دي اللي عملناها مع بعض دلوقتي، بصوا شياكه شياكه، طعمه هيطلع خطير. بصوا قد ايه لذيذ وبسيط يعني، بصوا اهو حلو قوي وطري مش ناشف، والجناب زي ما انتم شايفين كده منفوشه وحلوه وجميله.